هذا البرنامج برعاية غششينا قبل ما نشوف الصور غششينا شويه. طيب الاتجاهات الاول الترندز اللي ماشيه السنه دي في الخريف 2013 هيبقى في حاجات مختلفه تماما، حاجات مطرقعه قوي، في جلد طبعا اوف كورس، في فرو كتير، في الجلد اللي مش حقيقي الفيك اللي هو بيلمع قوي السكاي يس او فينيل بنسميه، وفي الميدي سكيرتس ودي هتريح بنات كتير قوي وستات كتير قوي. اتس نوت مايكرو ولا ميني. قبل ما تتكلمي عن الجوب وكده خليني اسالك حاجه في الجلد. اتفضل. الجلد اللي مش طبيعي والفرو اللي مش طبيعي ايه لازمته ما دام ممكن يبقى عندنا فرو طبيعي وجلد طبيعي؟ طبعا السعر بيفرق جامد. اولا سعر الفرو الحقيقي بيفرق جامد جدا، يعني في فرو زي فرو الارانب ده بيبقى غالي جدا فمش كل الناس بتقدر تشتريه. أوكي. فبيعملوا الفيك فر والفيك ليذر علشان اللي عايز يلبس حاجه شكلها على الموضه وشكلها فاشنبل وشكلها ترندي فبيستطيع انه يشتري حاجه زي كده. اوكي. بس بيبان مش كده؟ بالذات الفرو الصناعي طبعا بيبان، طبعا بيبان وبتحسه، يعني الفرق بيبان في الحس كمان، حتى الجلد ليه ريحه معينه بيبان فيها. بس طبعا 90% من الموجود في الاسواق ما بيبقاش صناعي طبيعي طبعا. طبعا بصي انا عندي مشكله مع الفرو يعني ماليش قوي في الفرو، اي حاجه فيها فرو للستات او الرجال انهم يلبسوها، وانا بيصعب عليا الحيوانات انهم لانه في الغالب بيذبحوا الحيوانات مخصوص طبعا يعني عشان ياخدوا فروها، دي مشكلة. عكس الجلد، الجلد كده كده هم بنذبح الحاجات عشان ناكل لحمها، فمش مشكلة ان احنا نلبس الجلد. مظبوط. لكن الفرو هم في مشاكل بره عشان كده. أنا عارف. طبعا في قانون بيمنع. انا فاكر من كام سنة معرفش تفتكري الموضوع ده ولا لا، مش فاكر فين، في فرنسا ولا في المانيا، كانوا ملاقوا واحدة لابسة مينك ديزاين او كده، مش بيرفع بيدلقوا عليها علب بويا يعني ماشيه في الشارع. اوكي. في الشارع لا هم محدش يلبس عشان الناس تخاف تلبس يشتروا. أيوة صح صح. وعشان كده الفيك اللي هو الصناعي انتشر زياده طبعا، فبقت الناس تبتدي تلبسه اكتر بكتير، واتاح فرص لناس تانية كتير قوي انهم يلبسوا الشكل ده، بس ما بقاش هو زي زمان انه الفرو لازم حاجه اليجنت والبليل، لا بقى على الجينز الصبح. طبعا. اوكي. طب تيجي نشوف الصور ونتكلم اكتر واكتر، ورونا كده اول صوره.
اوكي دي اول صوره، دي الميدي سكيرت زي اللي قلت حضرتك عليها اللي هي تحت الركبه. ده فيرساتشي، فيرساتشي اللي في النص. ده الفيك ليذر البانس اللي هي لابساها مع ليذر طبيعي مع الكوت الكارو ده طالع موضه اللي هو بنسميه تارتان. احنا كل ده بنتكلم على الصوره اللي في النص. اللي في النص الكوت تارتان اللي هو زي السكوتش الكارو الصغير، وبرده الفستان اللي على اليمين اللي هو احمر في اسود ده سكوتش صريح، ده طالع جدا موضه قوي الخريف ده. اوكي الصوره اللي على الشمال هي الميدي سكيرت. الصوره اللي على الشمال دي ممكن واحده تروح الجامعه كده؟ طبعا. أوكي. طبعا التانيين مش قوي مش كده؟ لا طبعا لا 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 ما لسه هنخش بقى دول هنخش. بس الاتجاهات ده الاتجاهات السنه دي الموضه للسنه دي خريف 2013. يعني احنا كده شايفين بقى هنتكلم عن الجامعه. احنا الكارو موجود الكارو، وانا شايف هنا حتى البالتو متبطن من جوه ولا دي شنطه كابيتوني ده ايه؟ لا لا البالتو متبطن فعلا من جوه. وزي ما بقول لحضرتك الميدي سكيرت دي هتريح بنات وستات كتير طبعا. واسعه بالذات لو واسعه. واسعه هي كل الموديلات يعني في واسعه وفي ضيق، المهم انها تحت الركبه مش مايكرو ولا ميني، وبتتلبس ممكن مع قميص جينز علشان تدي براكتيكال لوك. الصوره اللي بعديها الميتاليك اللي في النص، الميتاليك طالع كتير جليتري الفضي والذهبي. اللي على الشمال الاوفر سايزد، ودي الحاجات الواسعه عشان بتريح الناس وبتدي اللي فيه شراشيب على الشمال. لا لا هي السكيرت واسعه والكوت واسعه. ده الاقصى الشمال. ده الاقصى الشمال. اليمين دي اكنها بدله رجالي، ده بنسميه بوي فريند لوك. يعني يعني الشكل انه البنات يلبسوا اكنهم رجاله او اكنهم يعني بياخدوا اللبس من اخوهم او جوزهم او كده، بس طبعا لا هو لبس حريمي بس ات لوكس اكنه زي الرجال. خليني اكلمك عن الصوره اللي في اقصى الشمال. اوكي ده تريكو الاوفر سايزد. يس ده تريكو كوت والفستان تحتيه. اوكي وطريقه هي عامله شعرها كمان علشان البانكي لوك، يعني شكل البانكس الستيف لوك ده زي الثمانينات شويه. ايوه بالظبط كده. وقت طب نشوف اللي بعدها يا ريم. اوكي ده هيدخلنا على الالوان. البيربل جامد جدا السنه دي. وطبعا انا حاطه صوره كذا حاجه هنا، الصوره دي جاهزه كده انه مثلا الشوز اللي على اليمين الكيتن هيلز دول الهيلز الكعب اللي هو 3 سنتي او 4 سنتي، وهم ممكن فعلا يروحوا الجامعات بده لو عايزين حاجه شيك. اقصى كعب للجامعه ايه؟ اكبر اكتر حاجة. انا بشوف انا يعني هتيجي الصور بعد كده، انا بشوف الفلات احسن حاجه أحسن للجامعه حاجة. او السبورت شوز. اوكي والبابلم اللي هو على الشمال خالص اللي هو كسر من تحت والكلاتشز والكارو برضو اللي على الشمال وزي اللي هو بكسر من تحت. اسمه ايه قلتي؟ اللي على الشمال فوق بابلم اللي هو بقصات من عند الوسط زي كورنيشه كده. يس صح. اوكي طيب نشوف الصوره اللي بعدها. ده بقى هيدخلنا على الالوان. دي الكالر ترندز بتاعه 2013. طبعا الالوان كتيره الموف والجرينز والبيربل والاورنج والفوشيا والنبيتي كل الالوان. يس كل الالوان داخله مفيش لون وكل الشيدز بتاعته يعني كل الظلال بتاعه الالوان نازله. انت يعني هنا في نبيتي في فوشيا اورنج اصفر اخضر ازرق نبيتي سيمون والذهبي والسيمون زي الباستيل. طب ده لطيف انه ما فيش لون محدد. نخش على الصوره اللي بعدها. ده بيبين انه الايرث كولرز اللي هي الالوان الطبيعيه الوان الارض دي عمرها ما بتبطل، عمرها ما بتبطل هي البيجات والرماديات والبني طبعا والابيض كل ده نازل برضو السنه دي. وممكن السيدات او البنات يلبقوه على حاجات تانية الوان مختلفه، او ممكن يلبسوا الطقم كله من فوق لتحت وان سوليد كلر. اوكي اللي بعده دي الالوان اللي كان كنت بتكلم عليها، دي اللي فرق قوي السنه دي الجرينز بكل الشيدز بتاعتها داخله على البلوز وداخله على البيربل والنبيتي والفوشيا والبينك الغامق. يعني حتى بيقول لك انه البينك از ذا نيو بلاك السنه دي، يعني هو اكنه اللون الاساسي السنه دي البينك بالظلال بتاعته. اوكي دي اكسسوارز. دي الاكسسوارز اللي انا شايفه انه كل شباب الجامعه لازم تبقى عندهم. طبعا دول شويه للبنات، دول مركزين اكتر على البنات. الباك باك بالوانها تحتيها الدفاتر ممكن تبقى بالنيون كولرز، اللي جنبها الميني بلانر، اللي جنبها الكيس او الكفر بتاع اللابتوب
او الايباد اللي فوقيها المقلمه اللي مش لازم يبقى شكلها مقلمه زي زمان بس بيبقى شكلها مور فاشنبل انه يعني عامله زي الظرف اللي عليه ستامبس وفي النص دي شنطه الميك اب لو هي بتشيل ميك اب معاها علشان الخروج مثلا لو خارجه بعد الجامعه وكده الايه دي بقى دي البينيز اللي هي very practical للخريف دي بتدفي جامد جدا it's very fashionable it's very casual casual قوي انها تتلبس في الجامعة واكشلي هتبين كمان انه حتى الولاد والرجالة طبعا ممكن يلبسوها في الجامعة it's a nice young look يعني بتدي شبابية جدا دي بقى الفوتوير والأحذية اللي بقولك عليها انها مريحة جدا للجامعة it's very fashionable نازلة بكل الألوان اللي في الدنيا شكلها حلو وانت لابسها مريحة هو ده المهم في الجامعة انه البنات والولاد اللي بيروحوا الجامعة يبقوا مستريحين عشان انا اللي فهمها انه بيقضوا يوم طويل في الجامعة ممكن يركبوا مواصلات وكذا طبعا بيركبوا مواصلات او حتى عربياتهم دي طريقة اللبس او السان جلاسز الجديدة شنطة حلوة قوي شنطة البوستمان باج اللي بتتشال ومع الجينز طبعا اوف كورس كل حاجة بتليق على الدنم ده طقم تاني برضو دي الحاجات اللي فيها الفارو بقى الفارو بالظبط هنا يعني الفارو ده الهدف الاساسي منه التدفئه يعني الهدف الاساسي منه التدفئه فده بيدفي جامد جدا لما الفارو بيبقى جوه اتس فيري براكتيكال الجاكيتس دي ما بتبطلش يعني عمرها ما بتبقى مش لسيزن مش فاشل يعني ما على طول اتس نيفر اوت زي نيفر اوت اتس بيسك زي الحاجات الكلاسيك كده بالظبط كده والهاي كوست زي الجاكيت اللي انت لابسيها كده يعني دي في كل السنين يعني الانيمال برنت انا بحس انه بقى بيسك ما بقاش ما بقاش موضه او مش موضه ده برضو لوك تاني البوتس بتاعت البراكتيكال بوتس والجاكيتس الاخضر وان يو ميكس ات مع الجينز والبلاك بوتس والشنطه والتوب الرمادي اوكي نشوف اللي بعده ده لوك تاني برضه للليجنجز الليجنجز ار فيري ان موجودين في كل حته سهل قوي انه الناس تشتريهم سعرهم كويس جدا فيري براكتيكال وسهل انه انت تلبسهم مع بلوفر طويل على اساس انه لو حد مش عايز يبين رجله كلها والشوز برضو فيها فر عشان التدفئه مع ايرينجز وسكارفز وسان جلاسز كل الصور دي عموما دي بقى الوان حلوه قوي الايرث كولرز ما دي الايرث كولرز اللي ما بتبطلش الهدف شريف من الصور دي انه نفهم الناس انه ممكن نفس المادموزيل او نفس الرأي ممكن نوقف الصور شويه وهنتكلم وهنرجع تاني للصور وهنقول نفس الشخص ممكن يعني اثنين يروحوا يشتروا نفس الطقم بالظبط نفس الطقم محطوط على باترينه محل وهما الاثنين يشتروا نفس الطقم بس كل واحده بتلبسه بطريقه مختلفه على حسب الكاركتر بالظبط حسب الكاركتر وحسب الستايلينج الستايلينج هو اللي بيفرق من واحده للثانيه بالاكسسوارز بتلبسه ازاي السكارف انا عايز اتكلم معاكي شويه حاجه احنا كفايه كده صور وعايز اتكلم عن الجامعه اوكي وبنات وهم رايحين الجامعه انا ساعات وانا ماشي في العربيه بعدي من قدام جامعات كتيره قوي ساعات بلاقي البنات لابسه حاجات اقول ايه ده هم داخلين الجامعه لابسين كده زياده اوكي يا اما في الالوان يا اما في الميك اب اوكي يا اما في الحاجات الملزقه قوي اوكي ضيقه زياده عن اللزوم مع ان بعضهم بيكونوا محجبات ومش عارف ازاي واحده محجبه تلبس ضيق عندي صوره للمحجبات عشان نسهل لهم الموضوع بس اوكي فانا عايز اعرف انت شايفه البنت اللي في الجامعه المفروض تبقى عمليه حتى لو هي شخصيتها بنوتاتي قوي وفيمينين قوي بتحب تبقى دايما حاطه ميك اب وعامله ماسكارا ولابسه فاشنبل يعني ايه تلبس يعني بس انا شايفه بشوفه أنا مش مظبطين نفسهم كده انا شايفه انه يس لازم يبقوا مظبطين نفسهم بس لازم يبقى في فرق بين الصبح وبعد الظهر وبالليل فلازم ما يبقاش شكلها انها رايحه حفله وما يبقاش شكلها انها رايحه خروجه عشان هي حتى تحس بالفرق ده صحيح فيعني عشان كده شنطه الميك اب لو موجوده في شنطه ايديها فسهل انها تغير وحتى لو خارجه من بعد الجامعه على طول ممكن شي كود تشينج هير شوز مثلا تغير الشوز اللي هي لابساها تغير الجاكيت اللي هي لابساها او تزود اكسسوارز على اللبس اللي هي لابساه الصبح بس غير كده لازم الصبح يبقى في فرق الجامعه بالنسبه لي لازم تبقى عمليه 100% طبعا مظبوط كلامك
ميك اب لازم يبقى خفيف عشان برضو تفرق بينها وبين خروجة بالليل اللي هتزود لها اي لاينر او تزود لها ماسكارا اند سو اون. الاكسسوارز البرفيوم الاكسسوارز اوف كورس. انت عارفه في بنات بيبقوا رايحين الجامعه وعايزين بقى يصطادوا عريس يتخطبوا فيلبسوا كل الذهب اللي في البيت. لا, لا انا بشوف انه الجامعه يعني جامعه تساوي من غير ذهب. الجامعه تساوي من غير بقى كل الذهب اللي عند مامتها وعند اختها عشان توري ان هو يعني هي لابسه ذهب كتير والحلقه قد كده ومش عارف ايه. لا 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 ابدا, بغض النظر انت بجامعه ايه وبغض النظر انت رايح تدرس ايه, لا مش مفروض الذهب يتلبس ابدا الصبح. يمكن حاجات خفيفه يعني لو سلسله هي على طول لابساها اتس اوكي, بس ما تزودش في الحاجات دي. حتى الاكسسوارز الفيك ما تزودش في الحاجات دي الصبح عشان اتس نوت براكتيكال, مش عملي الموضوع ده. لا طبعا ابدا. تعالي نكمل الصور ونرجع نتكلم عشان الكلام ده هيزعل مني okay. ناس. ورونا بقيه الصور. اوكي okay. هنا محجبه جميل yes. أنا دلوقتي شايفة أنه الحياة أسهل بكتير للمحجبات عن زمان علشان المحلات اللي يقدروا يشتروا منها زي أي محل أي بنت بتخشه okay. يعني ما لهمش محلات معينة لازم يشتروا منها. ممكن أقول تعليق؟ طبعا تفضل. الصورة اللي في أقصى الشمال أوكي سكيرت وجينز وده الشكل اللطيف جدا جدا للبنت المحجبة أو الغير محجبة أو الغير محجبة بالزبط. بس لو بنتكلم على الحجاب جب فضفاضة بالظبط واسعة طويلة مش مكثمة وطويلة بالظبط وقميص جينز واسع مش حتى رابطه انا فيري فاشنبل واي عشان مش محتاجه تلبس بادي وعليه حاجه لا خالص okay. حتى لفه الطرحه هي وان لاير طرحه واحده بالظبط ست سبع حاجات أيوة فوق بعض صح. حتى اعتقد معموله من غير دبابيس ده الشكل أيوة العملي اعتقد لبنت اللي رايحه الجامعه وهي محجبه صح وفي نفس الوقت محافظة مريح جدا على أناقة الحجاب طيب مريح جدا وعلى الموضة جدا وألوانه رائعة والحجاب سهل يعني الفرق بين أي بنت محجبة النهاردة والبنات اللي في الصورة مجرد الإشارب صحيح. فالموضوع بسيط جدا صحيح. وبرضو البنت اللي جنبها لابسة القميص الكاموفلاج والجينز وتوب اسود تحتيه اللي هو الكاموفلاج ده اللي هو الصعقة زي لبس الصعقة أوكي. ويمين وتحت برضو لابسين توب ورابطين الإشارب very casual والواي. الصورة اللي بعديها نشوفها دي ربطات الحجاب دي ربطات الحجاب الجديدة أوكي. اللي حضرتك كنت بتقول عليها قبل شوية اللي هي أقصى الشمال فوق مجرد بندانة أي لون أي لون تنقيه حسب الطقم اللي هي لابساه بندانة هتمسك شعرها مش هتضايقها مش هتقع عملية جدا وتروح جايبة الإشارب وبس لفاه لفة حوالين البندانة وتدي اللوس لوك الفلولس لوك اللي هي بسيطة جدا وهتدخلها هوا مش هتتضايق انه حر ولا هتتضايق من شكلها. I think انه دي اكتر واحدة practical. الربطات الجديدة اللي هي لتحت اللي بتربطها وبس مجرد فيونكة على الجنب والتلاتة اللي على اليمين حتى صورة صوفيا لورن حتى عشان اوريهم انه من زمان بيعملوا الربطات دي اللي هو التربان التربان هو تربان مش زي هو فعلا تربان هو تركيش يعني دايما تركيا شوية اتس تركيش واتس انديان واتس باكستاني يعني هو حاجات كتير جدا وده طالع موضة قوي للمحجبات واللي غير محجبات فطبعا هيريح بنات كتير اعتقد بعد كده معانا صورة واحدة فاضلة ولا كده خلاص الصور بعد كده الشباب الشباب الولاد الشباب الشباب اسهل طبعا بكتير والالوان في البنطلونات نزلت لهم بقت ألذ يعني ممكن يلبسوا الوان كتيره دلوقتي في البانتس ما كانوش بيلبسوها زمان السبورت شوز دي اريح حاجه للجامعه والباك باك طبعا والقمصان الكارو عمرها ما بتبطل والسويت شيرتس اللي بزراير الصوره اللي بعديها بعد اذنك دي برضو كذا منظر للفاشن للولاد اللي في الجامعة الأقصى الشمال فوق اللي لونه تركواز شوية ده تراك بانتس مريحين جدا زي اللي هو بيبقى ميلتون زي 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 اللي هو بيبقوا زي تراك سوت زي لبس ميلتون بيبقى كده اتس فيري كومفورتبل زي التريننج سوت شويه هو زي التريننج سوت بالظبط بكل الوانه وبيتلبس دلوقتي مش لازم وانت رايح تلعب رياضه بالعكس اتس فيري براكتيكال للجامعه الهاتس طبعا السبادريل اللي هو اللون الرمادي والسبورت شوز اللي تحتيها الحلو برضو دلوقتي انه كل الالوان اللي ممكن تتخيلها نازله في السوق فممكن تطقم زي ما انت عايز انا حاسه انه الموضوع بقى ابسط كتير والشنط طبعا البوستمان باك برضو دي اسهل حاجه للشباب
عشان ما بتضايقهمش في ايديهم وهم ماسكينهم. اوكي خليني الحقيقه اسهل بكتير. اسهل طبعا بكتير. خليني اقول لك على حاجه. اتفضل. واحنا بنتكلم كده احنا بنتكلم بامانه جدا. بحس شويه ان الشباب في مصر الولاد بيلبسوا لبس عملي اكتر من البنات. فاهمه قصدي؟ طبعا. مش كده؟ طبعا. بس هو دي في الشخصيه طبعا كمان يعني. لا يعني لو اتكلمنا لا يعني لو اتكلمنا عن شاب مصري وحطيناه جنبيه شاب اوروبي اوكي في الجامعه وشاب المصري في الجامعه وشاب امريكاني في الجامعه وشاب ياباني في الجامعه أوكي. هتلاقيهم الاربعه شبه بعض أوكي. في اللبس مظبوط صح. بس البنات لا البنات لو صح. جبتي بنت مصريه وبنت اوروبيه وبنت امريكانيه هتلاقي في فرق. صح مظبوط. ما هي دي نفس المشكله اللي كنا بنتكلم فيها قبل شويه ان هم بيلبسوا زياده يعني بيعتنوا بمظهرهم زياده عن اللزوم. انا مع انه الواحد يعتني بمنظره بس حتى شكلك ممكن يبقى براكتيكال وحلو وعلى الموضه وبسيط في نفس الوقت حسب المكان اللي انت رايحه. يعني هي دي التكه في الموضوع ده السيكرت في الموضوع ان انت تو ستايل يور سيلف اب حسب المكان اللي انا رايحه حسب انا هبقى مع ناس شكلهم ايه وهل هيتقبلوا الشكل ده ولا لا. هاخد انت كاكزامبل اوكي كمثال. يعني انا متخيل ان بنات كتير او سيدات كتيره لو اشتروا الجاكيت اللي حضرتك لابساها بالتوب الاسود في الغالب هيلبسوا عليها يا اما هيجيبوها بدل على بعض فيبقى أوكي. كله جلد نمر اوكي يا اما هيلبسوا عليها حاجه سودة يا اما حاجه بيج اوكي. قليلين قوي اللي هيفكروا يلبسوا عليها جينز مقطع اوكي. برضه هو ده اللي كنا بنقوله قبل شويه. الستايلينج بيفرق عن الستايلينج. يعني كل واحده بتخش تشتري ممكن نفس الطقم بس بتلبسه بطريقه مختلفه. واللي كنت بحاول اقوله انه مثلا لو التوب الاسود التانك توب الاسود مع الجينز لو لبسناه مع فلات شوز ممكن يطرح الجامعه بيه كده. اول ما بتحط جاكيت كلاسيك عليه او دريسي وبتلبس معاه هيلز غير الشكل تماما. عشان هو ده اللي انا بحاول اقوله في الستايلنج انه ممكن نفس الطقم حتى لو انت خارج بالليل تروح جايب جاكيت مختلف هيل شوز بدل البلا مع انه كنت لابس البلا اللي هي الكعب الكعب بالظبط علشان تغير الشكل لبالليل او لبعد الظهر. بس هو نفس انت لابس نفس الجينز ولابس نفس التوب للصبح مع حاجه بلا بتدي شكل مختلف تماما. اوكي. ايه كمان ممكن نصايح نقولها للبنات وهم رايحين الجامعه؟ انا شايفه عشان قصه ان انت قلت انه البنات هنا شكلهم مختلف عن مثلا امريكا او اليابان او اوروبا يعني يستسهلوا الموضوع شويه يعني يعيشوا سنهم. ساعات يعني اربع سنين وبعد كده هيبتدوا يلبسوا دريسي غصبا عنهم عشان الشغل. مش ساعات انا بقالنا كذا سنه في لونين عاجبين قوي شريحة كبيرة من المجتمع. النيون الأصفر والأخضر النيون الاتنين مع بعض. بس النيون نيون صح؟ أو غير نيون أوكي. اللي هو الفوسفوري أو غير الفوسفوري أوكي. يعني تلاقي مثلا والكلام ده مش أول ما أقوله في البرنامج تلاقي مثلا مجموعة أربع بنات ماشيين مثلا كويس. واحدة لابسة بادي أصفر وعليه الفيست أخضر مع بعض واللي جنبها لابسة بادي أخضر أوكي. وعليه شميز اصفر اوكي والرابع كله بيتقاموا مع بعض عارفه كتاكيت شامي سين لا كله اصفر باخضر اصفر باخضر وبعدين وبعدين الاشارب او الطرحه او حتى لو مش هي مش محجبه تلاقيه لابسه حلق بلاستيك كبير جدا احمر فاخضر فاصفر اوكي. هي مشكله هي مشكله هو او اصح الاخضر في الاصفر يعني كان انت ملاحظه انه زياده شويه في الشوارع طبعا صح. بس هو الاخضر كان طالع موضه اوكي يمكن احنا بنحب الاخضر زياده في مصر بس لا مش مفروض هي خلطه الالوان الكتير دي although انها طالعه موضه بره والبرنتس طالعه موضه والطبعات ان انت تلبس طبعات مع بعض بس للاسف انه مش كل الناس بتقدر تعمل كده. فاحنا فولورز يعني احنا بنتبع الموضه في مصر اكتر ما خليني اتكلم معاكي في نقطه برضو بشوفها في الشوارع عندنا كتير اوكي محجبات او غير محجبات وبتضايق لما الاقي واحده محجبه عاملاها الباديهات الماسكه زياده عن اللزوم اللي هو بتلاقي واحده محجبه لابسه بادي لون الجسم اوكي وايديها تخينه يعني مش باين انه ده بادي اصلا فانت من بعيد شايفاها واحده كانه جسمها كانها لابسه بحمالات ولابسه عليه حاجه بحمالات لو واحده بدينه شويه
محجبة اوكي تلبس ايه؟ بس خليني بليز ومعلش وبدل البادي التايت تلبس ايه؟ اه اللي هو كان بيعرق ايوه وبيعمل ريحه مش حلوه يعملوا ايه؟ اوكي في باديز في السوق دلوقتي توبس مش هسميهم باديز خلاص في توبس في السوق موجوده وفي الماركت موجوده وفي المحلات كل المحلات موجوده وفي المولات منتشره جدا مش بوليستر كوتن فمش هتضايقها ومش هتحررها وهما بيشتروا ازاي يعرفوا ان ده بوليستر وده قطن هل في ملمس مكتوب مفروض مكتوب وباللمس وبالسعر اوكي يعني دي الحاجات أغلى. اللي بتفرقهم القطن اغلى بالظبط اه طبعا يعني لو واحده نازله تشتري توب او بودي يبقى احسن تجيب بدل ما تجيب ثلاثة ايوه تجيب بوليستر واحد تجيب واحد قطن هيبقى احلى أيوة. عليها وهيعيش اكتر بالظبط هيعيش اكتر ومش هيحررها ومش هيعمل ريحه وهكذا غير كده شميزات اللي ما بنلبسش شميزات يعني ممكن اللي هي قمصان يلبسوا قمصان مش عارف ليه مش بيلبس ممكن يلبسوا قمصان تحت واللي اسهل من كده وكده انه لو عايزين يلبسوا كات خلاص وفوقيهم كارديجان اللي هو جاكيت خفيف جدا قطن برضو كات ليه وهي محجبه ما هي هتلبس كات وعليه عليه حاجه الكارديجان يعني كارديجان طويل لو اضطرت ناس تشتري فستان كات عشان عاجبها ايوه تجيب حاجه تلبسه فوقيه فوقيها مش تحتيه احسن بكتير طبعا احسن بكتير او ممكن تلبس بوليرو اللي هو برضو بكم وبيقف هنا بيخلص هنا في اختيارات كتير قوي بس هو لازم نغير فكره الناس عن موضوع الباديز في مصر شويه عشان مأساة كبرى واكتر حاجه بتبقى صعبه في الموضوع ده لما تروحي فرح او عروسه تروح تشتري فستان ابيض بكتف وكتف او وتفر ولابسه تحتيه ولابسه تحتيه بادي بادي طب ما انت كده انا دايما بنصحهم للاسف المحجبات فعلا عندهم مشكله في الموضوع ده ما بيلاقوش لا ما بيلاقوش ايه ده انا بيجيب كميه ديزاينرز بتوع محجبات هنا بس بالظبط كده هو دي النصيحه اللي انا هقولها لهم ان هم احسن انهم يفصلوا حاجه ليهم بالظبط يعني حاجه كوتور ليهم هم حاجه مخصوصه ليهم هم بدل ما يضطروا يلبسوا بادي تحت حاجه جاهزه اوريدي ده مش ده ما بيديش المنظر في محلات متخصصه للملابس محجبات بس طبعا وبتبيع حاجات واسعه